بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة. اليوم حاضر رقم 3 نون إكوريبيام إكسس كارير. بديناها بالمحاضرة السابقة، أخذنا عليها إنترودكشن، وهي كانت قلنا جزء من الفصل السادس كتاب نيمان، كتاب تكست بوك اللي عندكم. فنرجع شوي، خلينا نراجع المحاضرة السابقة. أي فالمحاضرة السابقة قلنا تعرفنا على شنو الاكسس كارير. الاكسس كارير هي الكاريرز يعني الهولز والالكترونز الاضافية الغير اتجينة عن الثرمالي جنريتد. الثرمالي جنريتد هي هذه قلنا الالكترونات اللي والهولز اللي تولد نتيجة درجة حرارة الغرفة من تنكسر الآصرة ويطلع الالكترون يروح للكوندكشن باند فيترك وراه فجوة، هذا يسموه ثيرمالي جنريتد. الاكسس كارير هي إضافية على هذا، تجينا نتيجة تسليط طاقة إضافية. احنا بما انه قلنا نتعامل ويا الضوء، خلينا نحكي على الضوء. لما الطاقة على شكل فرضا ضوء جتي على السيمي كوندكتر، السيمي كوندكتر بالثيرمال إكوريبيوم مو شرط يكون انترنزك، سواء يكون يجوز يكون ان تايب، يجوز يكون بي تايب، يجوز يكون انترنزك. فأي واحد من هذولي إذا سلط عليه ضوء راح تجينا اكسس كارير. الاكسس كارير هي الكترون هول بيرز يشتغلون سوا، يعني الجنريشن مالتهم يعني من تتولد الكترون لازم يتولد هولز ويا، وايضا عملية الاتحاد مالتهم ايضا من يجي الالكترون ويروح بالبالانس باند فيختفي، تختفي فجوة وياه. اذا هو وين راح يروح؟ يتحد، عملية اتحاد. فقلنا عندنا مصطلحين، عندنا مصطلح الجنريشن هو التوليد، وعندنا مصطلح الريكومبينيشن. فاذا عندنا يتولد يروح للكوندكشن باند، يفقد شوية من الطاقة مالته، يرجع يريد. طبعا من يكون بالكوندكشن باند يسموه اكسايتد يعني متحفز، وهو دائما تعرفون الالكترونات المتحفزة تريد ترجع إلى الحالة المستقرة، فيفقد شوية من طاقته ويرجع المن للحالة المستقرة للبالانس باند، فصير عملية الريكومبينيشن. بعملية هاي الريكومبينيشن جزء يفقد طاقة على شكل ضوء أو على شكل حرارة مثلا على سبيل المثال. إذا عندنا مصطلحين هو الجنريشن والريكومبينيشن. إذا بالجنريشن إحنا نسلط عليه طاقة، بس بالريكومبينيشن هو راح يفقد الطاقة. إذا هذه الجنريشن تتولد العفو، وهذه الريكومبينيشن تتحد. عملية توليد الالكترونات يساوي عملية توليد الفجوات، لأنه لازم إذا يولد الكترون لازم يتولد فجوة. وهنا أيضا إذا عملية الجنريشن للالكترونات تساوي عملية جنريشن للفجوات، وعملية الريكومبينيشن للالكترونات لأن لازم يتحد ويا فجوة تساوي عملية الريكومبينيشن ريت للفجوات، الالكترونات للفجوات. طبعا في حالة الستيدي ستيت عدد الالكترونات ثابت وعدد الفجوات ثابت، يعني هاي العملية موجودة بس هي ماكو شي يزيد على حساب شي، فهي مستقرة. فالجنريشن يساوينا الريكومبينيشن بالنسبة للهولز وبالنسبة للالكترونز. هسه شنو هذه الشهاده كلها؟ بدنا نحكي على ثيرمالي جنريتد. الاكسس كارير هي بالإضافة للثيرمالي جنريتد، راح نسلط قلنا ضوء راح تجينا الإكسس كارير. هاي الضوء إيش قد طاقته؟ لازم طاقته أكبر تساوي أو أكبر من فجوة الطاقة. فهاي الطاقة مالته ثابت بلانك في الفريكونسي، قلنا هذا الحرف نيو بدل الإف كنا نستخدمه سابقا. الإتش نيو طاقة لازم أكبر من فجوة الطاقة، راح تولد لنا فجوات والكترونات إضافية نسميها اكسس كارير. هاي دلتا بي ودلتا ان، ايضا لازم كل الكترون يتولد مقابل فجوة، فجنريشن مال الكترون ساوي جنريشن مال هولز. العدد الكلي للالكترونات يساوي انه هو الثيرمال اكوريبيوم
زائدا اللي جتنا من الضوء الانرجي الاضافية، هاي بالاكسس كارير، هاي ورا ما نسلط احنا الطاقة الاضافية. اذا التوتال نمبر الالكترونات تساوي لنا ثيرمال ايكوليبيوم زائدا دلتا ان، والفجوات ثيرمال ايكوليبيوم زائدا دلتا بي. ولا تنسون انه هذه سواء كان ان تايب بي تايب لو انترنزك، اوكي هاي تنطبق على الثلاث انواع. اذا عندنا هنا الريكومبينيشن ريت حتى الاكسس كارير الميزان الطيب بار، هنا الريكومبينيشن ريت مال الالكترون والهولز حتى نميزه عند الكومبينيشن ريت اللي هذه مال ثيرمالي جنريتد. فهذه اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، اليوم راح نكمل احنا رياضيا شلون نمثل الاكسس كارير. اكو هي عده فرضيات، فاحنا ناخذ الابسط الدايركت الفرضيه اللي يعني ان دايركت عمليه ريكومبينيشن كوندكشن باند للبالانس باند. وايضا عمليه الريكومبينيشن تكون ثابته ويا الزمن، يعني شنو ثابته ويا الزمن؟ يعني شلون تسوق سياره بسرعه ثابت من البصرة 60 كيلومتر الساعة مثلا. إذا ناخذ هاي الفرضيتين لأنه حتى تكون يعني دايركت سهلة. عملية الريكومبينيشن دا أعطيكم ملاحظة تعتمد على لازم عندنا الكترونات وفجوات، يعني إذا عندنا الكترونات مثلا وما عندنا فجوات ما تصير عملية ريكومبينيشن، والعكس صحيح. لازم تتناسب ويا من ويا الكونسنتريشن مال الالكترونز والهولز. رياضيا نقدر نقول التغير بالكارير بالنسبة للزمن هذا يسموه عندنا كوفيشنت، هذا الريكومبينيشن كوفيشنت هو يساوي لنا نفس الجنريشن كوفيشنت، يساوي لنا الان اي سكوير ناقص عدد الالكترونات بزمن محدد مضروبة في عدد الفجوات. ال ان اي هي ان ثيرمال اكوليبيوم في البي، ال ان اي سكوير تذكروها تساوي من الاول ناخذها تساوي ان ان في بي ان، وتساوي ال ان اي في البي اي، وتساوي ان ال ان بي في البي بي، يعني سواء كان هذا بي تايب ان تايب انترنسيك في ال ان اي هي ال ان في ال بي. بس ال ان اي سكوير اذا عندنا اكسس كارير متساوي ان سب تي في البيت سب تي، لان ليش؟ لان ال ان تي مثل ما عرفنا انه يساوي ال ان نود زائدا الاكسس كارير، والبي تي تساوي ال بي نود زائدا الاكسس كارير. اذا احنا عندنا التغير في عدد الكارير تساوي لنا كوفيشنت في ان اي سكوير ناقص الان باللحظة المحددة في البي في اللحظة المحددة. هذا ممكن الان ممكن نسميه الريكومبينيشن كوفيشنت، او هو اللي يسوي جنريشن كوفيشنت في الان اي، ممكن نسموه ثيرمال اكوريبيوم جنريشن ريت. عندما تكون هذه سالبة، يعني هاي اكبر من هاي، يعني معناه التركيز مال الكاريرز راح يقل بسبب الريكومبينيشن. اوكي لما تكون هذا القيمة سالبة يعني هذا التركيز مال الكاريرز يقل بسبب الريكومبينيشن. هسه احنا شو نسوي؟ نعوض عن ال NT بما يساويها وال BT بما يساويها. ال NT يساوينا N نوت زائدا دلتا NT، فالتغير بال N نوت، وما عندنا تغير بال N نوت ويا الزمن ثابت يعني، فيبقى التغير بس وين؟ بال DNT. فنعوض عن لين التغير هنا الديريفيتيف نقدر نقول عليه تغير بدل ال N، يعني هو التغير بال N كله بسبب تغير بالدلتا N حتى يكون واضح عندكم، على دي تي نعوض عن ال N
بالان نوت زائد دلتا ان تي، وعن البي سب تي بالبي نوت زائد دلتا تي. نفتح هذه الاقواس نضربها اول في الاول والثاني، الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني، راح تطلع لنا هذه الان اي سكوير هو الان نوت في البي نوت. فنختصرها، هذا السالب راح يدخل على هذه كلهن، فراح نطلع خارج، فراح يكون عندنا بهذه الصيغة. تشوفون احنا هنا استبدلنا كل دلتا بي بدلتا ان. ليش؟ لان دلتا بي تساوينا الدلتا ان. إذن عوضنا عنها، خليناها هذه كلها هنا. هسه خلينا ناخذ مصطلح لو انجكشن ليفل. لو ليفل انجكشن، لو ليفل انجكشن يعني عندما تكون عندنا المعنى هذا شنو، انه الاكسس كارير اقل من الميجوريتي كارير لازم تكون، هاي يسمون لو ليفل انجكشن. بس عادة ما تكون الاكسس كارير اكبر من المينوريتي. اوكي، هاي بس ناخذ نشوف هنا كاتب لنا لو ليفل انجكشن معناه الاكسس كارير اقل من الميجوريتي اذا عندنا بي تايب. تشوفون هنا عندنا بي تايب ماتيريال، تشوفون انه الاكسس كارير اقل من الميجوريتي لان هو بي تايب. وبما انه نعرف احنا المينوريتي ايضا هي اقل من الميجوريتي، فهاي المعادله هذه راح تكون طبعا من نقول الميجوريتي اكثر مثلا اكثر 10 في اس 10، فالبقيه كلها اللي يمها يصبح ما له قيمه يعني قليل يعني فيهمل. يعني مثلا اذا قلت لك اكبر منها 10 اس 6 يعني 5 اصفار ورا الفار زي الله يجي رقم 1، فهذه ما لها قيمه هملة يعني. فاذا هنا هذني التيرمز تو تيرمز مقارنه بالبي نوت ذني يصير ما لهم قيمه، يجوز فت 6 فوارز 6 اصفار ورا الفار زي اللي يجي رقم فما له قيمه. فراح نختصرهن، تبقى المعادله راح تصير بهذا الشكل. اذا عندنا ريكومبينيشن ريت دلتا ان تي بي نوت، نلاحظ هذه المعادله. تذكرون ديفرنشال كويشن ابسط وحده، يعني اذا عندنا دي واي على دي تي تساوي لنا اي كونستانت في واي، اذا هذه الحل البسيط مالتها فيرست اوردر نحله بالديفرنشال كويشن، وراح يصير حل دلتا ان تي راح تساوي لنا دلتا ان نوت في اكسبونيشن ناقص الريكومبينيشن في البي نوت في التي. هذا الالفا ار الريكومبينيشن كوفيشنت في الميجوريتي كارير، هي سميها كارير لايف تايم للماينوريتي. اذا عندنا التي ان هي الماينوريتي اللي هي تصير تاو ان نوت هي المينوريتي لايف تايم، وهي تساوي لنا واحد على الكوفيشنت الكومبينيشن كوفيشنت في الميجوريتي. اذا هنا نشوفوا ملاحظه كلش مهمه، الاكسس كارير مينوريتي كارير لايف تايم ديبند اون على ميجوريتي كارير كونسنتريشن. هاي بالنسبه احنا عندنا الريكومبينيشن ريت هو بالحقيقة ناقص المشتقة مال دلتا ان على دي تي، واللي هي هاي نفسها، بس نخلي لها الناقص نجيب الناقص هنا، هاي راح تصير هي الريكومبينيشن ريت، واللي تساوي لنا الفا ار في البي نوت في الدلتا ان. وقلنا الالفا ار في البي نوت هي واحد على تاو ان. اذا هنا هذا هو ده نحكي احنا عن يمن على البي تايب. اذا عندنا بالبي تايب هاي كلش مهم لازم تعرفوها، عندنا الريكومبينيشن ريت للالكترونات يساوون الريكومبينيشن ريت
للفجوات وتساوي لنا الدلتا ان على التاو للماينوريتي كارير اللي هي واحد على الفا ار في بي نوت. وبالنسبة للان تايب ريكومبينيشن ريت نفس الشيء تساوي لنا دلتا ان على تاو بي نوت. اذا هنا عندنا الان ويا من ويا البي والبي ويا من ويا الان. ناخذ طبعا احنا لازم تعرفون هذه الاكسس كارير بينما للثيرمال اكوريبيوم الريكومبينيشن ريت هسه ناخذها من هذا المثال حتى نعرفها. عندنا مثال عندنا درجة حرارة وعندنا ال ان دي يعني عندنا ان تايب هاي دي يعني دونر وعندنا اللايف تايم. اريد الثيرمال اكوريبيوم ريكومبينيشن ريت. الثيرمال اكوريبيوم ريكومبينيشن ريت هو يساوي لنا عدد الفجوات اذا هو يريدها المن للهولز. اذا هو عندنا الار بي خلينا نشوف هذه المعادلة هذه الثيرمال اكوريبيوم هاي مو الاكسيس كارير انتبهوا هنا تساوي ان عدد الفجوات على اللايف تايم للفجوات. فاذا عندنا هنا لازم نطلع عدد الفجوات هو ايش مطينا بس الان دي بس التشويب. فالتشويب هو يساوي ان الان تايب يعني يساوي ان الان نوت ويساوي ان نطلع قيمته هو هذا نفسه نطلع نقدر الماينوريتي كارير من الان اي سكوير على الان دي. هذا يكون مطيتكم اياه يعني بالسؤال الان اي سكوير الان اي طبعا. فراح نطلع البي نوت. اذا طلعنا الماينوريتي كاريرز نريد احنا الريكومبينيشن ريت لازم نعرف اللايف تايم ايضا اني مطيتكم اياها اعطيكم ملاحظه ايش قد شلون يعني ايش قد اللايف تايم اذا عندنا معلومات نطلعها واذا ما معلومات انا مطيتكم ملاحظه انه اللايف تايم تساوي لنا اللايف تايم مال اكسس كارير. انا مطيتكم هنا بالسؤال اللايف تايم مال اكسس كارير فاعطيكم ايضا انه اللايف تايم مال ماينوريتي يساوي لنا اللايف تايم مال اكسس كارير. فنطبق تطبيق مباشر نطلع لنا اذا هذه مال ثيرمال اكوريبيوم الريكومبينيشن ريت. اذا الثيرمال اكوريبيوم ريكومبينيشن ريت هذه المعادله مالتها بالنسبه للفجوات. لو عندنا للالكترونات راح تساوي لنا خلينا نكتب لكم اياها راح تساوي لنا الان نوت على التاو ان نوت وتساوي لنا طبعا الار بي تعرفون بالثيرمال اكوريبيوم قلنا الار ان نوت يساوي لنا الار بي نوت. هاي معلومة حتى تكون ببالكم. اذا هسه هو السؤال الاول اول شيء اعطينا الثيرمال اكوريبيوم ريكومبينيشن ريت طلعناها. هسه شو نريد الاكسيس كارير ريكومبينيشن ريت. اذا يريد من عندنا الاكسيس كارير ريكومبينيشن ريت. الاكسيس كارير ريكومبينيشن ريت نساوي لنا الدلتا على اليمن على التاو بالنسبه للتاو بي هنا نعطينا الاكسس كارير مالته. اذا عندنا هذا الار بار يعني الاكسس كارير يساوي لنا دلتا بي على التاو بي. هو مطينا الدلتا بي بالسؤال ومطينا الاكسس ايضا بالسؤال. اذا تطبيق مباشر انتبهوا مع الوحدات. مثال اخر
عندنا ايضا، عندنا هسه نوع شنو، نوع البي تايب لان ان اي، ومطينا الاكسس كارير لايف تايم. اوجد هنا الريكومبينيشن ريت للاكسس كارير، تطبيق مباشر. عندنا دلتا ان على تاو ان، لان هو شنو تاو ان، ليش قلنا تاو ان؟ لان عنده هو بي تايب. اذا هذا الفرع الاول. الفرع الثاني يريد من عندنا، يريد اللايف تايم مال هولز. هسه ما يعني قالت لكم مثل ذاك السؤال افرضوه يساوينا، هنا باعوا قلت لكم افرضوه يساوينا يعني الاكسس كارير، يعني مضيتكم اياه الفرضيه انه تساوي الاكسس كارير. هنا ما مضيتكم هذه الفرضيه، فلازم نطلع التاو. فاحنا ايش عندنا؟ عندنا هاي المعادلة نرجع عليها. عندنا ال R P تساوي لنا ال R N. ال R P تساوي لنا P نوت على T P نوت، وال R N تساوي لنا ال N نوت على T N نوت. فنقول احنا ال N نوت على تاو N نوت تساوي لنا ال P نوت على تاو P نوت. فعندنا ال N نوت وعندنا ال P نوت، مطلعيها هسه هنا ناخذ الفرع هذا. اذا اول شيء احنا نطلع البي نوت اللي هو بي تايب، فهي الماجوريتي كارير، والان نوت هي الماينوريتي كارير. فعندنا الان نوت على التاو نوت تساوي لنا البي نوت على التاو بي نوت. نعوض تعويض مباشر ونطلعها لل تي بي نوت بالنسبة لل لايف تايم. السؤال الثالث هم نفس الشيء، عندنا هسه ان تايب وعندنا مطينا الاكسس كارير، يقول لنا اوجد لنا اللايف تايم مع الماجوريتي كارير. نطلع الماجوريتي ونطلع الماينوريتي ومطينا تي بي نوت، اذا نقدر نطلع تي ان نوت. اذا عندنا اول شيء مطينا الماجوريتي، نطلع تساوي عدد الذرات المانحه الان تايب هو، والماينوريتي ايضا نطلعها ان اي سكوير، طلعناها البي نوت والان نوت. اذا عندنا الان نوت على التاو ان اللي هو تاو ان هو المجهول، نفس الشيء مثل ذيك، تساوي البي نوت على التاو بي. هذه معلومه وهذه معلومه وهذه معلومه، اذا تبقى فقط التاو ان طلعناها. اذا هذه التاو ان طلعناها. اذا الجنريشن يساوي لنا الريكومبينيشن. احنا ما دام طلعنا هاي الريكومبينيشن، لان هي هاي عمليه الريكومبينيشن البي نوت على التاو بالثيرمال اكوربيوم، يقول ثيرمال اكوربيوم جنريشن ريت، نطلع الريكومبينيشن ريت وهي تساوي، اذا جنريشن ريت يساوي لنا الريكومبينيشن ريت. هنا مطلعيها بالنسبه للبي تايب، بي على تاو هي هذه. الفرع الاخير thermal equilibrium the combination rate for electrons and holes in هو recombination يساوينا ال generation، وهي نفسها اذا هي recombination يساوي generation، طبعا نفس هي عادل هذا يعني تقريبا ذاك الفرع. هنا انا اشكركم لحسن الاستماع، مع السلامه.